منطقة أنا شرط ما تنكسر وانكسرت، وهذه أنا مزعلتني شوية على تكافل الراجعي اللي هي هذه المنطقة. شوفوا حتى الآن يضرب فيها مو قادر يطلع فوقها بعد ما كسرها، اللي هي القمة حقة 2018 عند 83 ريال. طيب بلاش نرسم الخط على 83، خلينا نتعامل معاه على أساس. شوف دحين تبغى ترسم ترند في تكافل الراجعي، والله هذا يبغى له سلطنة. ده شوف ما في ترند، يعني حتى الآن ما تقدر حتى تقول إنه هذا القاع رسم ترند من قاع 2020 مرورا في ده. إلى الآن ما أبدا ما في شيء. طيب خليني الآن أنظر لشغلة تانية. دقيقة شوفوا هذه القناة الاستراتيجية الكبيرة. شوفوا هذا هنا كمان عندنا سقف قناة، والله بعيد الدعم. شوف الدعم الرئيسي فين جيك، جيك مع الخمسين عند القناة. شوف الدعم ده بعيد. شوف نحن بنرسم القنوات عشان نعرف أغلب الخطوط اللي شايفها جاية من قمم موجات رئيسية. تخيل شوف حتى الشمعة دي كم. طيب إيش نضيف للشارد ده؟ لو كنا راسمين هنا من 83 لقاع كورونا، شايفين كيف كاسر 83 الرئيسية دي؟ والآن يجي فحط عندها مراضي مو قادر يطلع، يمكن لو طلع وأغلق شهريا فوقها يعطينا بصيص من الأمل إنه ممكن إيش يدخل في موجة مضاربية لل 93 مرة تانية، اللي هي 127 في هنا عندنا. شوف أقوى دعم استراتيجي حيكون بين 70 و 67، بيننا وبينه 13 ريال. يا ساتر. طيب في مطب هنا كمان نقدر نعتمد عليه. والله شوف هذا يقرأ 78 10. خلاص 78 10 استراتيجيا عرفنا إنه هذا خط مهم. 83 واضح إنها مقاومة مع هذه المنطقة، 84 برضو مطب مهم. شوف محصورين ما بين 78 إلى 84. إذا عدى 84 وأغلق فوقها يبشر بالخير. إذا كسر 78 10 الحذر واجب. خلينا نشوف نسبة التصحيح كم حصلت في الموجة دي. والله بالضبط 50 فيبو. شوفوا 61 محل ما ذكرت، قريب 69. وأنا خايف من هادي، يعني خايف من وجوده في منطقة الضعف دي تحت القمة. شوف لما اخترق هنا، تخيلوا يا جماعة متى اخترق القمة دي وقفل فوقها، كانت في شهر 1 من 2021. تخيلوا في يناير قبل سنة أغلق فوق 83. هل نزل تحتها؟ شوف فين ودته إلى أعلى قمة 114 20. شوفوا الآن متى كسرها في شهر ديسمبر، واليوم نحن يناير بعد مرور سنة. السهم الآن إيش الفرق؟ وباقي يومين على الإغلاق الشهري عشان نقول رجع فوق المنطقة الأساسية، يعني رجع فوق كم؟ 83. طيب لو هذا السهم ما رجع فوق 83 وقدر الله كسر 78 10، معناها إيش؟ ما زال النزول بقي. ويبقى أهم دعم على الإطلاق هو دعم القناة الكبرى. إيش هو دعم القناة الكبرى؟ يا جماعة هنا لو تطلوا أرجعوا للحقبة الزمنية دي من 2011 ل2016، تخيل إنه هذه كانت قناة. شوف كسرها كم مرة، لما بيرجع فوقها بيبدع السهم. ليش آخر مرة لما رجع فوقها بدع؟ لأنه حصل عنده اختراق للمسار الهابط. هنا حصل الاختراق هنا فما رجع خلاص. العادة كان يضرب في السقف يرجع يطيح، يخترق ويجيب هدف مضارب يرجع يطيح. فوضعنا مع في يعني في قلق شوية مع تكافل الراجح الأيام دي، لكن إحنا ما نبغى نخاف كثير ما دمنا فوق 78 10. الفرق بيننا وبين الرقم ده 3 ريال، وبيننا وبين المقاومة كم؟ ريالين 3 ريال. فنحن واقفين في تكافل الراجح ما بين منطقتين رئيسي. طيب خلصنا من خلاص فهمنا الآن بشكل عام من بعد، نخش على التفاصيل حقة الفريم اليومي. خلونا نتعامل معه على أساس نشوف هل بنى لنا ترند، هل سوى لنا شيء. خلاص والله في ترند، نتعامل معه بحسن نية على الفريم الصغير. لو جينا عند القمة 114 20 وسحبنا الفيبو الأدنى نقطة سجلناها الأيام دي في شهر ديسمبر كانت 77 70، نحط الفيبو كده 77.70، وبكل بساطة بعيد عن التعقيد الفني الهاي 114 20 114.20. خلاص أنا إيش أبغى دحين؟ أنا سهم مضاربي لك عليه تحت 83، خلينا نتابعه على اليوم. طيب أنا إيش أسوي في هذه الحالة؟ أجي أبني له ترند. هذا ترندي، عندي قاع أعلى من قاع وعندي هنا سقف. شوفوا السهم يقول لكم
أنا جالس لحد الآن ماني قادر أعدي 50 زي الناس. 50 كم تقرأ؟ 81-40. طيب هذا لو نزل وكسر الترند، الترند فين؟ الترند يقرأ بالضبط عند 79-60، 79.5. وهذا القاع كم؟ 79-40. كم قلنا الدعم الاستراتيجي أول؟ 78-10. هذا الترند عند 80 لا ينكسر وخلاص.